السلام عليكم. ان شاء الله مع بعض هنشتغل محاضرة في رسم المدني. هنشتغل مع بعض حاجة اسمها الستيل ستراكشرز، دي اول محاضرة فيها اللي هي المنشآت المعدنية. قدامنا كده ايزومتريك لكونكشن لوصلة، يعني بقول لك مطلوب ان انت ترسم المسقط الرأسي للقطاع ده. القطاع ده عبارة عن ايه؟ كاميرا رئيسية، اي بيم رئيسي اللي هو عليه سهم ازرق مكتوب اي 400 في 155 على 14 في 22. اتفقنا ان ال 400 دول الرقم الاولاني ده هو ارتفاع الويب، وال 155 ده هو عرض الفلانجة، ومكتوب تحت ال 400 ال 14 يبقى التخانة بتاعتهم، يعني تخانة الويب 14 وتخانة الفلانجة 22. ده هنسميه كاميرا رئيسية مين بيم. داخل عليها كاميرا ثانويه سكندري بيم اللي هو الاي بيم اللي عليه سهم احمر مكتوب اي 220 في 98 على 8 في 12. يبقى اتفقنا ان ارتفاع الويب كله 220 وعرض الفلانج بتاعته 98، تخانه الويب 8، تخانه الفلانج 12. الكلام ده متربط ازاي؟ متربط باتنين انجل، كلمه اتنين انجل اللي عليها سهم احمر كده. الاثنين انجل دول اللي هم ايه؟ واحده يمين وواحده شمال، يعني حرف ال يمين زيه حرف ال شمال، عشان كده كاتبين 2 ال. بيتكتب فيها ايه؟ بيتكتب فيها عرض الرجول اللي هي ال 70 والتخانه بتاعتها السبعه، والطول بتاعها اكيد الطول بتاعها هيكون اقل من 220 عشان تعرف تبقى داخله ما بين الاي بيم الصغيره اللي هو السكندري بيم اللي هو اللي عليه سهم احمر، يعني الاي بيم ارتفاع كله 220، فدي ال ال بتاعها الطول بتاعها 180 عشان يبقى داخله بين الاثنين فلانج بتاعه الايه الاي بيم السكندري. عشان تبدا ترسم لازم تقسم الرسمه عندك دي لكذا حاجه زي ما احنا قلنا كده، مين بيم، سكندري بيم، في اثنين انجل، في بليد تحت رابط الكونكشن دي اللي هي المين بيم والسكندري بيم، رابطهم مع بعض ومسمارين بعض بايه؟ بمسامير. هنقسم الكلام ده دلوقتي. هنبدا نسقط في اتجاه السهم الاخضر ده، يعني انا ببص على الايزومتريك في مثلا وليكن هسمي ده السايد. هبدا ابص هلاقي ان الكاميرا الثانويه اللي قدامك بدات تظهر بشكلها اي بيم، داخل عليها بربنديكلر عليها عمودي عليها الكاميرا الثانويه. ظهرت عندي هنا اربع خطوط اللي هم خطين التخانه بتوع الفلانجه فوق وخطين التخانه بتوع الفلانجه تحت. بعد كده بدات ارسم الزوايا اللي عندك، طبعا هم هيبانوا واحده بس لان الثانيه سيمتري بالنسبه لها، الناحيه الثانيه مش هتبان، اللي هي الزاويه اللي عندنا اللي هي ال 70 في 7. وبدأت أرسم لوح القعدة، لوح القعدة ده لما أجي أسقطه هيبدأ يبان بالتخانة بتاعته، شكل التخانة بتاعته، وأبدأ أحط المسامير. المسامير عندنا حاجتين، مسامير رابطة الأي بيم الويب بتاع الأي بيم السكندري مع الويب الأي بيم المين، في جزء منهم هيبان بشكله اللي هو حرف الزائد ده، وده اللي هو في وشك. امال التاني هيبان ازاي؟ هيبان خط، هتلاقي كده عندنا الصفوف عندك زائد وجنبيه خط، الزائد ده اللي في وشك، التاني اللي هو ايه؟ اللي هو مخترق الاي بيم، فانت شايف العمق بتاع المسمار. يعني تخيل كده ان انت الزائد ده انت شايف راس المسمار، اما الشرطه دي هي عباره عن عمق المسمار اللي عندي. اللي بعد كده روح القاعده اللي عندك تحت اهو، في مسامير رابطه الفلانجه السفليه، الفلانجتين السفليتين مجمعينهم كده، ممكن نسميه لوح تجميع. الفلانجتين السفليتين بتاع الفلانجه بتاعت الاي بيم الرئيسي والفلانجه بتاعت الاي بيم الثانوي مربوطين مع بعض عندي، او متجمعين مع بعض بمسامير مع البليت اللي عندي. عشان نتخيل الموضوع ده كويس جدا هنبدا نعملها خطوه خطوه. هنبدا نرسم الخطوه الاولانيه عندنا، هنبدا نسقط الاي بيم الرئيسي، الكاميرا الرئيسيه هيبان بشكلها الحقيقي في المسقط ده اللي احنا مسمينه مثلا سايد. هبدا اقول ان الارتفاع الويب بتاعي من الكتابه اللي موجوده عندي الاي 400 ده يبقى الارتفاع بتاعي 400. عرض الفلانجه بتاعي ده ارتفاع طبعا 400 ده ارتفاع الويب، من توب الفلانجه اللي فوق لبوتوم الفلانجه اللي تحت. عرض الفلانجه اللي عندي 155
التخانات عندي موجودة تحت، 14 هو التي ويب و22 هو التي فلانج. طب انت شايف عندك الفلانج فيها ميل، دايما بيبقى ال 22 ده هو السكنس الافرج، ممكن تعملها كلها 22 ده تسهيلا لينا واحنا بنرسم بس كده يعني. لكن انت طبعا بيبقى فيها شكل ايه، فيها سلوب دي كده. نبدا الخطوه اللي بعديها. الخطوه الثانيه هنرسم القمر الثانويه السكندري بيم اللي هو برضو اي بيم، اللي عليه سهم احمر قدامك كده في نفس الاسقاط ده، في نفس الاتجاه ده. هتبدا تشوف ان مكتوب عليه اي 220 في 98 على 8 في 12. انا عايزك نوضح بقى كل الابعاد دي على الرسم. اولا الاي 220 ده يعني السهم الاحمر ده من طب الفلانجه اللي فوق لبوتوم الفلانجه اللي تحت هيبقى 220. طيب ال 98 مش باينه لان عرض الفلانجه مش موجود في الاسقاط ده. طيب ال 8، 8 دي اللي هي تخانه الويب برضه مش باينه في العرض ده. امال ايه اللي باين؟ التخانتين بتوع الفلانجه اللي هي الفلانجه اللي فوق تخانتها 12 والفلانجه اللي تحت تخانتها 12. دايما بنقول كده لما بسقط الاي بيم في الاتجاه ده بيبان اربع خطوط، خطين فوق وخطين تحت. الخطين اللي فوق دول اللي هم تخانتين تخانه الفلانجه، والخطين اللي تحت هو تخانه الفلانجه اللي تحت. كده احنا عملنا الكاميرا الرئيسيه والكاميرا الثانويه، عايزين نعمل الزوايا الرئيسيه اللي هم 2 انجل 70 في 7 بطول 180. طبعا الطول 180 اللي هو السهم الاصفر اللي على ايدك الشمال ده، ده الطول. طيب الطول ده اللي هو طول 180. امال القطاع نفسه بقى اللي هو الانجل نفسه، الرجل بتاعه كام؟ 70، والتخانه بتاعتها 7. يعني حضرتك ال 70 هو الخط من اخر ويب الاي بيم الرئيسي لغايه اخر الرجل، كام يا سيدي؟ 70. طيب والتخانه بتاعت الرجل اللي هي الواقفه كام؟ 7، اللي هي الخطين الصغيرين اللي جنب الاي بيم على طول، جنب التخانه الويب بتاعت الاي بيم. لازم كنت اقول لك الطول قد ايه، لان انت عايز طول يكون اقل من الطول بتاع الويب بتاع الاي بيم الصغير عشان يعرف يربط الويبين مع بعض. يعني باين هنا ايه؟ خطين التخانه بتوع الرجل الواقفه وخط الرجل الايه؟ اللي نايم. اخر حاجه فضلنا اللي هو البليت التجميع اللي تحت ده، برضو احنا بنبص في نفس الاسقاط اللي عندنا، فهيبان التخانه بتاعته بس. التخانه بتاعته هنا وليكن مثلا 2 مللي 5 مللي، هبدا احط الايه؟ عباره عن مستطيل، بس خد بالك هو بليت متكسر هنا، فهتلاقي فيه كسره كده مع نهايه الفلانجه بتاعت الاي بيم، في خط نازل كده عندي، هو ده عباره عن الكسره اللي حاصله عندك، يعني بانت على حتتين، يعني البليت ده لما جيت اسقطته على جزئين، باين طوله والتخانه بتاعته. وده الشكل اللي عندنا، المسقط اللي عندنا اللي احنا اسقطناه على مراحل، برضو الاي بيم الرئيسي لازم اكتب عليها اللي هو ال 400 في 155 على 14 في 22 اللي هو الدايمنشن، والاي بيم الثاني اللي هو ال 220 في 98 على 8 في 12، وال 2 ال 70 في 7 بطول 180، والبليت اللي تحت اللي هو طوله 300 في عرضه 250 في السكنس بتاعه 10 مللي. احط المسامير اللي عندي، المسامير اللي في على حسب الاسقاط بتاعك، المسمار لا اما يبان راس المسمار تبان زايد، او عمق المسمار يبان زي خط راسي كده. عايزك بس النهارده ان شاء الله بعد ما تبص على المسقط ده تحاول بقى، ده مثلا عندك السايد او عندك، هسميه سايد ما فيش مشكله، يبقى انا عايز اجيب الاليفيجن واجيب البلان. هتسمي ده الاليفيجن برضو، يبقى انا عايز اجيب البلان واجيب الايه؟ السايد. براحتك على حسب احنا عايزين ايه. طيب يبقى احنا مثلا ممكن نقول ده هنسمي ده وليكن الاليفيجن، يبقى انا عايز اجيب تحتيه البلان وجنبيه السايد، ده المطلوب منك. يبقى هنثبت كده ان اللي عندك ده هو المسقط الاليفيجن، محتاج ان انا اجيب تحتيه البلان، ومحتاج ان انا اجيب تحتيه السايد. طبعا احنا هنحل الموضوع ده المره الجايه، بس انا عايزك تفكر فيه عقبال ما نتقابل ان شاء الله المره الجايه. وانت بتفكر كده دايما قسم الموضوع عندك لكذا حاجه، كاميرا رئيسيه، كاميرا ثانويه، الزوايا، اللوح القعده، المسامير، الكلام ده كله. ها شوفوا هتبان، هتشوفوا ازاي في البلان، هتشوف الكاميرا الرئيسيه ازاي في البلان، هتشوف الكاميرا الثانويه ازاي في البلان،
هتشوف الرجل اللي عندك دي اللي هي الانجل دي ازاي في البلان، البليت ازاي في البلان، وهكذا بالنسبه للايه للسايد. ان شاء الله هنحلها مع بعض المره الجايه.